الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم أنبيائه ورسله وعلى رسل الله أجمعين. سيادة المستشار سعيد ماعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، معالي المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، سيادة المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية أمين عام الاحتفالية، السادة الوزراء، السادة رؤساء المحاكم الدستورية والهيئات القضائية، السادة نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء والأفاضل، السادة ممثلو قواتنا المسلحة الباسلة، الحضور الكريم. بداية يطيب لي أن أهنئ المحكمة الدستورية العليا رئيسا ونوابا وأعضاء باليوبيل الذهبي للمحكمة، متمنيا كل التوفيق للمحكمة في مسيرتها الدستورية. وأؤكد أن دولة القانون هي دولة العدل ودولة الأمان، لأن البديل للقانون هو الفوضى وشريعة الغاب. وكفى وصما لأمة أو دولة أن يقال عنها إنها دولة بلا قانون، أي بلا نظام، فإنه لا أساس لدولة بلا قانون ولا دستور حاكم. وكما أنه لا أمان لأي دولة بلا عدل شامل، فإنه أيضا لا أمان للعالم ولا للنظام العالمي دون عدالة حقيقية وشاملة وغير انتقائية، كما أنه لا أمان لأي دولة بلا عدل شامل، فلا أمان للعالم أيضا بلا عدالة شاملة وغير انتقائية تكيل بكيل واحد لا بمكيالين ولا بمكاييل متعددة. وإذا كان علماء السياسة والعمران يؤكدون قبل عصر الدولة الحديثة أن الدولة تقوم على ثلاث مقومات هي الأرض والشعب والسلطة الحاكمة، فإن عصر ما بعد الدولة الحديثة أو ما بعد النظام العالمي الحديث أضاف بعدا قانونيا لا غنى عنه لتصبح الدولة دولة، وهو الاعتراف الدولي وفق معايير القانون الدولي. كما لا يمكن لدولة ما في عالم اليوم أن تبني نظامها بمعزل عن المعاهدات والاتفاقيات والأنظمة الدولية أو القوانين الدستورية. لكن الجماعات المتطرفة قد بنت أيديولوجيتها على محاولة إقامة قطيعة أو تصوير قطيعة بين الدين والقانون، وكأنهما نقيضان، فإما أن تكون في منظور هذه الجماعات مع الدين، وإما أن تكون في منظورهم مع ما يطلقون عليه القوانين الوضعية في تفسيرات خاطئة لمفهوم الحاكمية. وفي هذا الصدد نؤكد أن الفهم الصحيح للحاكمية لا يتناقض أبداً مع سن القوانين التي لا غنى عنها لانتظام حياة الناس وما يحقق صالح المجتمع ويؤدي إلى استقراره في إطار المقاصد العامة للشرع الحنيف التي بنيت في جملتها على مصالح البلاد والعباد، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله. الدين والقانون لا يتناقضان، الدين والقانون يرسخان معا أسس المواطنة المتكافئة بين المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق. على المواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات وإعلاء راية الدولة، وأن نعمل معا لخير أوطاننا وخير الناس أجمعين. الدين والقانون يدفعان إلى العمل والإتقان والتميز والإنتاج، ويطاردان البطالة والكسل والإرهاب والإهمال والفساد والإفساد والتدمير والتخريب والعمالة والخيانة وإثارة القلاقل والفتن.
مع تأكيدنا على أهمية احترام دستور كل دولة وقانونها وإعلاء دولة القانون، وألا تنشأ في الدول سلطات موازية لسلطة الدولة أيا كان مصدر هذه السلطات، فهو لواء واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى وهو لواء الدولة. أما أن تحمل كل مؤسسة أو جهة أو جماعة أو حزب لواء موازيا للواء الدولة فهذا خطأ داهم لا يستقيم معه لا أمر الدين ولا أمر الدولة. ولواء الدولة الحقيقي هو الذي يحكم بقانونها ودستورها. وأختم كلامي بأبيات من قصيدة حافظ إبراهيم في وصف جانب من عدل سيدنا عمر بن الخطاب، وكيف أن العدل كان سبيل الأمن، وهال صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. آمنت لما أقمت العدل، آمنت لما أقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هاديها. كم خفت في الله، كم خفت في الله مضعوفا دعاك به، كم خفت في الله مضعوفا دعاك به، وكم أخفت قويا ينثني تيها. فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته، فلا الضعيف ضعيفا بعد حجته، وإن تخاصم واليها واعيها، ولا القوي قويا رغم عزته عند الخصومة والفاروق قاضيها. فمن يبايع أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها. نتمنى أن نتعاون جميعا في تحقيق العدل الشامل محليا ودوليا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.